مع تفاقم أوضاع اللاجئين السوريين وبهدف تلبية احتياجات أعمق بعيدا عن المأكل والملبس، يعمل مركز عدن على تلبية احتياجات المتضررين النفسية لتمكنهم من مواجهة المشاكل التي تعترضهم نتيجة للظروف الاستثنائية التي تعصف بهم جراء فقدانهم لأحد أقاربهم أو ذويهم، وفق ما قالت مديرة المركز الدكتورة مها الأتاسي. أطفال اللي هن عليهم حتنبنى الأمة واللي هن الأمل لبناء المستقبل، وأيضا تجهيز كوادر داعمة نفسيا لا تقل أهمية عن تجهيز الأطفال ودعمهم، لأنه هول هالشباب من حملة شهادات ولكن الظروف ما أتت معهم أنهم يقدروا يشتغلوا بالعمل المناسب لهم. موضوع دراسة الشخصية عن طريق الرسم. بهدف تأهيل كوادر فاعلة من المتطوعين، نظم اتحاد الأطباء العرب بالتعاون مع مركز عدن في طرابلس اللبنانية دورة حول مبادئ الدعم النفسي الاجتماعي خصوصا عند الأطفال، إذ أن مدة الجلسة التدريبية 6 ساعات واستمرت ل8 أيام، حرص فيها الأطباء القادمين من مصر على تنوع المحاضرات. البناء النفسي للطفل مختلف عن البناء النفسي للكبير الشاب أو الإنسان الكبير وكده، فطبعا بيبقى بناءه النفسي ضعيف لسه ما اكتملش، فده بيأثر على نفسيته، ما بيقدرش يعبر تعبير مباشر ان هو يقول ان انا زعلان، انا فقدت، انا ما بيقدرش. ابتدي انا كده استخدمت اللعب والأنشطة والفن كعلاج وتشخيص، تشخيص ان انا عرفت ان عنده مشكلة. احنا نريد ان نغوص في اعماق الانسان، عشان نغوص في اعماق الانسان عندنا اساليب مختلفة، منها ان يرسم الانسان صورة نفسه، صورة الذات. استفاد من هذه الدورة 40 متطوعا من الشبان والشابات، بالإضافة إلى مختصين في الدعم النفسي من ذوي الشهادات الجامعية، لتطبيق ما تعلموه من تحليل للرسوم وغيرها لمحو هواجس الأطفال بعد تحليلها. تعلمت أعمل أرنوب وفرحانين أنا ورفقاتي اليوم كنا كتير، وهو نحن ما لازم نزعل مشان يضل العالم اللي حوالينا فرحانين، وهذا الأرنوب بيعلينا أنه هو فرحان. هلا التدريب بالنسبة لنا نحن أنه نتعلم شغلات جديدة، نعرف كيف الطفل بيعبر عن حاله من خلال الرسم. تعلمنا كيف نستخدم شغلات بسيطة كتير مثل ورق بنطلع منه أشكال بنبسط فيها الطفل، وهي عبارة عن تفريغ انفعالي. الأطفال أكثر تأثرا من غيرهم في ظل الظروف التي يعيشونها، وإن أهمية إعادة تأهيلهم تكمن في تجهيز كوادر متخصصة. يوسف الجندي، أورينت نيوز، شمال لبنان.